عمود كهربائي مستلق على الأرض وخيوطه تلامس الطرة، ذلك مشهد ألفته ساكنة جامعة تسك دلتا بعد معاناتها المتكررة مع سقوط المتتالي لأعمدة ترفض الثبات بموقعها. والمعاناة تتعمق عندما تصبح سلامة المرة موضوع الحديد. المشكل اللي عندنا دائما هو كيطيحوا في الشتاء، كيطيحوا الخشبات، الناس كيخافوا على الدراري ديالهم الا جاوا المدرسة ضوض الخطر. واحد المرة راه طاح واحد في ياسين، طاح في واحد الخشبة ومس واحد الدري، راه كاع مشى مسكين للسبيطار قريب يموت. واش الشيء هو المشكل، دائما كنقول لهم انا ندوخ خصكم تصوبوا، دو قال لك بان صوبوا بان صوبوا ما كيصوبوا والو. دابا راه كيطيحوا لنا الخشب وكيسدوا لنا الطريق والدراري كيقراوا وهذا والكابل، ف يعني الكابل كيطيح والدراري خطر، في خطر الدراري، خصهم يصيبوا هذا الشيء ولا يبدلوه. عمليات الإصلاح التي تجرى بين الفينة والأخرى وحسب الساكنة تبقى عديمة الجدوى، والحاجة هنا تبدو ملحة لحل جذري ونهائي. خصنا البوتوا ديال سيما، هذا ما مزيانش، القصيب ما مزيانش، خصنا البوتوا ديال سيما، هذا كيتح دائما كيتح. كنطلب في هادو البوتوا ديال سيما، اشكو هاد الشيء راه كيتيح. طاح شحال من الخطره كيجابوا هاد الخشب وكيديروه ياك عرفت، وكيطيحوا ثاني. وهاد البوتو هاي كتشوف فيه جوج بوتو، جوج خشبات اللي مزديين فيهم البوله من الفوق، راه ميلين بغا يطيحوا، راه غير كليناهم بالحجر. إلى أن يتم ذلك تبقى حيطة وحدر الساكنة سيدا الموقف في منطقة تفتقر إلى العديد من البنيات الأساسية.